Ma che si sbatto ora? Ma che si sbatto? Calitti, dicevo da. يعني كيف ما عودناكم مشاهدينا الكرام اننا كل صباح وكل يوم الجمعه كنقربكم من السوق واثمنه ديال الخضره اثمنه ديال الفواكه. ورغم التساقطات الاخيره هذا السيد غيوضح لنا بزاف الامور الناس اللي ما عارفينهاش. غنقربكم كذلك من الثمن ديال الخضره والثمن ديال الخضره اللي كيكون على اقبال كبير يوم الجمعه. كنعرفوا الناس المغاربه باقيين كيديروا كسكسو وباقيين كيتقداو بعدا الجمعه كيكون عامر. ياك السلام عليكم. والله بالنسبه للاثمنه ديال الخضره شحال وقت الاثمنه كل حاجه شحال داير ليش شحال داير شحال داير اثمنه اخويا عاديه اثمنه عاديه بحال اللي شو 6 دراهم 5 دراهم 6 دراهم اللفت 7 دراهم 8 دراهم على حسب الكاليتي على حسب الكاليتي حلو بيره كاين 8 10 دراهم 15 درهم على حسب الكاليتي حتى هي قراح حمراء حتى هو على حسب كاين 8 دراهم كاين 10 دراهم اللفت مخلط 8 دراهم خيز 6 دراهم على حسب تا كاين 4 دراهم يعني كاين كيما فهمت كلامك الجوده الجوده شي كتلعب دور الجوده كتلعب دور كاين اللي كيفضل انه ياخذ 4 دراهم وكيفضل انه ياخذ 6 دراهم ولا شي اللي كيتمشى اكثر بكل صراحه كنعرفوا ان دابا كلشي لا واش الناس كيفضلوا ياخذوا جوده زوينه ولا ياخذوا لا وكيمشي للجيبه كاين اللي كيقول لك دابا في المثل كيقول لك ما عرفتش كاينه بجوج دراهم كاينه بجوج دراهم كاينه ب 3 دراهم كاينه ب 4 دراهم كاينه ب 5 دراهم ها هي شوف ديال الكرتونه شي ديال الكرتونه هاي هادي جوج زوينه هادي جوج زوينه راجعه ديال سميتو راجعه هادي 5 دراهم من 4 دراهم حتى 5 دراهم حتى هي على حسب كل واحد باش مسوق كتشوف انا الثمن مناسب ولا خاص الثمن لا الثمن واش نقول لك الصراحه هو على حسب هاد الوقت هذا خصك تكون ثمن على حسب هاد الناس اللي ما عندهمش جفاف ولا شي ولكن هادشي عمل موجود يطلع كيهبط كيطلع كيهبط اللي ما كيطلعش كيهبط اخويا هو هادشي ديال الهرايا وهادشي ديال سميتو ولكن كيطلع كتسمر صافي كيطلع كنعرفوا ان الطاقه هي الخضره الكثيره اللي فيكي على اقبال كبير تقريبا يوميا اقبال مزيان هي مطيشه البصله تخيز هادو هما الربعه اللي هاد الربعه هادو هما اللي كيتمشيو مزيان حتى الثمن ديالهم خيزو كاين 6 دراهم بطاطا 6 دراهم بطاطا 6 دراهم خيزو 6 دراهم مطيشة ديك الثمن ديالها البصلة البصلة 9 دراهم 8 دراهم 9 دراهم حتى 10 دراهم والثمن مناسب هذا اللي خاص ضروري يتهبط شوية يعني كنعقلوا الطاقة كانت تقريبا كان الثمن ديالها هابط واش خاص يكون هابط شوية ولا بطاطا وخيزو خاص يكون تما شويه هابط خاص يكون تما هابط خاص يكون تما تما 4 دراهم من تحت خاص يكون 4 دراهم من تحت هذا هو جهد الدرويش من 4 دراهم 3 دراهم 2 دراهم ونص هذا هو الثمن اللي كيبغي يعني بزاف مع المواطنين والمواطنين تفضل كيخدموا عندك بزاف كتشوف ملي كتقول ليه الثمن شنو كيقول لك ديك الساعه ملي كتقول ليه الطاقه النيدريه شنو كيقول لك وكاين اللي كيتحمم كيتقبل لك ياخذ وكاين اللي كيقول لك بزاف هادشي وهذا المهم غادي يهضر في خاطر غادي يقول لك لا هادشي بزاف علينا وهذا وكيسحب لك عندك كتغلي ترانسبور وطلب العشوات وطلع هبط وعرفت شحال ما الى ذكر واحد النقطة أن الناس كيسحبوا الخضار اللي كيزيد في الثمن بغيت توضح لنا واش بصح انتم اللي كتزيدوا الثمن ولا انتم كتاخذوهم من برا؟ لا وانت دابا كتمشي تطلع السوق جوج الليل وتتغدى وتجي تين هنا ويجيبوا لك خضار وطلع انت سيدي مع هذاك الوقت وجيبها وش شنو غادي كيفاش تربح فيها وكيفاش غادي انا ما كنزيدوا لك الثمن الاول الثمن من السوق كان فيك الخضره فيك تدخل فيك تغلى فهمتني حاجه كتدخل بجوج دراهم السوق وتدخل بستة دراهم خمسة دراهم تما فين كاين تما ما عارفوش كتمشيو على الله كتمشي على الله انا ما كتمشي على الله كتمشيو على الله يعني ما عرفتش الثمن شحال ما تعرف الثمن انت كتاخذ انت كتمشي هذا تلقى دير ثمن هذاك اللي لقيته ثمن على الكاليتي بديك الكاليتي كل واحد كيمشي تبارك الله لان مثلا ما كيشوفوا كاليتي كتاخذ تبارك الله كاليتي مزيان كاين اللي كيمشي كلها وكيفاش كيتقدم بالنسبه للخضار كلها كيفاش كيدخل كاين اللي كيمشي يقلب على حاجه اللي تناسبه وكاين اللي ياخذ المليح ما كيبغيش يدخل الحانوت حاجه اللي ناقصه فهمتي شي سؤال اخر الناس كيسولوه بزاف وبغيناك تجاوبنا عليه كيقولوا ان راه ثبات الشتاء مؤخرا ان الثمن راه هبط لك الخضره لك الفواكه لك شحال من هاد واش بصح القضيه ولا لا؟ الشتاء ثبت 10 دقائق ولا ما كملش 10 دقائق باقي تيحاد داغي الخضره ديالها طلعت الخضره ديالها راه ما طلعتش
نو نفرق قاعد الشطر ضرب واحد الشهر وثلاث شهر ديك الانتاج ديالها ما يطلع على ثلاث شهور وما يزيد عليه هاد الشهر وما يزيد عليه. دابا الناس عاوتاني كيقول لك حتى الشتاء السلعه غلات ولا درت تكرفيس راه الغيس وهذا بلا كيفاش يدخل كيفاش يجبدها وكيفاش يغسل وكيفاش يهز وترونسبور وداك الشيء كيفاش هاد الحاجه ما نشتغل وملي فود تجي داك الانتاج ديال الشتاء ودوز عليه ما تلقى السعر كتكون الثمن شويه مول الجدرام يتخدم مول الجدرام يتخدم مول يعني انت بالنسبه لك دابا والناس كامل الحل باش هاد الثمن يهبط هو الشتاء ان شاء الله ولا الساقوطات يكثروا الشتاء مشي الشتاء مشي الشتاء خو يكون كاع السخره وكلشي الشتاء ان شاء الله تقول الناس نعم تقول الناس ريتات باش وجه الناس كيف يصبروا دابا واش انا نقول لك الناس اش نقول لهم الناس صبروا طيب كيف هذا سميتو صح وراه كلشي مضرور لا انت لا الناس كلشي مضرور كلشي مضرور لا اللي عنده واللي ما عندوش كلشي مضرور أشكرك بزاف كيف ما سمعتوا معنا مشاهدينا بزاف النقاط حاولنا نوضحها خلال هذه المباشرة حاولنا نقربكم كذلك من الأثمنة حاولنا نقربكم من واحد جوج تساؤلات اللي كطرحوا كثير مؤخرا أن إلا ثبت الشتاء راه الثمن ديال الخضر فواكه غيهبطوا حاولنا نقربكم كذلك أن الخضار أو الناس اللي كيبيعوا كما قال السيد ماشي هو اللي كيزيد بل هو كياخذ داك الشيء داكشي يعني عارف كيمشي للمارشي ما عارفش واش داكشي طالع في الثمن ولا هابط يعني حاولنا نقربوا كذلك من الاثمنه ديال الخضره اللي على اقبال كبير من طرف المغاربه كما وضح لنا الخضره اللي كتمشي بزاف هي بطاطا خيزو بصله ومطيشه والخضر ديال كذلك ديال كسكسو حاولنا نقربكم من الثمن ديالنا يعني كانت هذه الاجواء مشاهدينا الكرام وكانت هذه الاثمنه كيف سمعتوا معنا شكرا على حسن المتابعه شكرا كذلك على حسن التفاعل ديالكم وودعكم نلقاكم ان شاء الله في مباشر اخر في السلام عليكم.